السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، فيديو جديد ان شاء الله من مرجان. غنشارك معكم اهم التخفيضات والعروض اللي كاينين صراحة بزاف ديال التخفيضات غادي تعجبكم. غادي نبدا معكم بسم الله على بركة الله. اول حاجة بديت بها هي هاد الصالة ديال هذه اللي تبارك الله كبيرة، والزاج ديالها ثقيل وينه، شي حاجة اللي زوينة، الزاج ديالها نقي، لا مارك ديال لومينارك. المهم دايرين فيهم واحد التخفيض اللي غزال، الثمن ديالهم كان 32 درهم، فدابا في التخفيض رجعوهم ب 27 درهم اولا 28 درهم كما كتشوفوا. صراحه زوينين بزاف، وبالنسبه للعبر ديالهم راه فيهم 26 سنتيم. نتمنى ما تنساوش الفيديو من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بالخير. اللي ما مشتركش مرحبا بي والف مرحبا. التعاليق ديالكم كما كنقول لكم دائما، اي حاجه قليب وريضه، المهم اي حاجه نقيطه. هنا كاين هاد المخدات اللي فيهم واحد التخفيض زوين، العبار ديالهم فيهم 40 سنتيم على 40 سنتيم، كيجيو هكا مدرجين، الثمن ديالهم 59 درهم. وكاين هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، دوك اللي في الباج اللي صورت معكم الاولين، هادوك راه فيهم الباج وفيهم الكري، وكاين هاد اللون هذا وهاد الثوب هذا، هادو الثمن ديالهم 69 درهم. كاينين هاد لي صالة ديال هادو اللي كيجيو ماشي كبار بزاف، كيجيو متوسطين، حتى هما فيهم واحد التخفيض زوين. هادو المتوسطين كنت ديجا صورت معكم هكا الكبار، كانوا في التخفيض، فدابا رجعوهم للثمن ديالهم الاصلي كما كتشوفوا. فهاد الثمن ديالهم رجعوهم ب 16 درهم، نقصوا فيهم بزاف. بالنسبه للعبر ديالهم راه فيهم 20 سنتيم. كاين تخفيض حتى في هاد الكويسات، زوينين صراحه، فنين، كاتبين انهم ديال الكريستال والله اعلم. المهم هادشي اللي كاتبين تما لا مارك ديال لومينارك، وزوينين في يعني الشوفه ديالهم صراحه فنين، كيجيو هكا في الذهبي، كيجيو فيهم هكا 12 الكاس. وبالنسبه للثمن ديالهم دايرين ليهم 120 درهم، كانوا ب 145 درهم، ناقصين فيهم 25 درهم. وكاين تخفيض رائع في هاد الكويسات اللي كانت بقات فيهم هكا واحد الكميه يعني قليله. بالنسبه لهادو كيجيو هكا 6، كيجيو هكا اوفر فنين في الشكل ديالهم، كبار، يصلحوا هكا للعصير للتحليات. غنوريكم هاد الشكل هذا، وغنوريكم واحد الشكل واحد اخر. ها نتوما كيجيو 6، لا مارك ديال لاف، خلاص راها بحال الشكل ديال لا مارك ديال لومينارك، بجوج بهم كيكونوا هكا الزاج ديالهم هكا زوين. وبالنسبه للثمن ديالهم 50 درهم، كيكونوا فوق 50 درهم. وكذلك هذا الشكل هذا اللي كانت بقات فيهم غير حبه وحده، فنين صراحه، الزاج ديالهم غزال، وحتى هما 6 ب 50 درهم، عجبوني صراحه الله. قولوا لي انتم الراي ديالكم زوينين ولا لا. فهادو دائما كنت كنلقاهم زايدين في الثمن، فدابا لقيتهم 50 درهم، يعني الثمن كيبقى زوين كما قلت لكم 6 ب 50 درهم. وكاين هاد الباك كما كتشوفوا، كيجي شبكه مع هاد بحال الشكل ديال بانيو، المهم مع بعضياتهم كيجيو هكا لاصقين، ما تبقاوش عاد تقلبوا بحال دابا لا غسلتوا شي حاجه تسقطروها، تبقاو تقلبوا على الصفايه ولا يعني البانيو، يعني مع بعضياتهم كيجيو. الثمن ديالهم هو 16 درهم عوض 20 درهم. كاين هاد هكا هاد الجفايف اللي بزاف ديال الناس كيقلبوا عليهم صراحه، كيعجبوهم بزاف الناس كيشكروهم، صراحه ما عنديش عليهم فكره، غير شفت بزاف الناس كيشكروهم قلت نشاركهم معاكم. ونيت لقيت فيهم تخفيض، كيجيو هكا كبارين كما كتشوفوا، ونتمنى اللي مجربهم يخليها لنا هكا في التعليقات. الثمن ديالهم هو 9.50 درهم، كانوا ب 14.90 درهم، يعني نقول 15 درهم، نقصوا فيهم 5 دراهم. كاين هاد النشار ديال لا مارك توب هوم، بالنسبه لهاد النشار هذا راه كيهز 20 كيلو وكيهز 20 متر ديال النشر، والثمن ديالو هو 139 درهم عوض 199 درهم. وكاين هاد الطبيصلات اللي كيجيو بالسيبور ديالهم الصراحه فنين كما كتشوفوا، دايرين فيهم تخفيض لي زوين، ناقصين فيهم. المهم هاد الشكل هذا ما بغيتش نفتحو، يعني شايفاهم انا ديجا قبل. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 63 درهم. وكاين هاد الشكل هذا حتى هو فيه تخفيض، كيجي هكا طويل، ولكن الاول عجبني، الاول افضل. فبالنسبه لهاد الشكل الثاني كما كتشوفوا كيجي هكا طويل وفيه السيبور هكا من التحت، ولكن هذا كيبقى صراحه زوين. المهم خليو لي الراي ديالكم، كيجي هكا داير ومع داك السيبورا ديالو. كاين هاد الكاسرونات هكدو ديال الحليب اولا ديال القهوه كما كتشوفوا ديال الاينوكس، حتى هما ناقصين ليهم في الثمن كما كتشوفوا من هاد لامارك هادي. وبالنسبه للثمن ديالهم هو 30 درهم عوض 50 درهم، كيهزو 450 مليلتر. وكاين هاد العبار الكبير كما كتشوفوا، بالنسبه لهاد العبار، هاد العبار هذا راه تقريبا فيه واحد 900 ملي تقريبا لتر هكاك، والثمن ديالها هو 33 درهم فاصلة 50 عوض 55 درهم. كاين تخفيض حتى في الطبيصلات كما كتشوفوا، كيجيو هكا مربعين زوينين حتى هما.
الثمن ديالهم في التخفيض هو 13 درهم، عوض 16 درهم. كاين تخفيض غزال في هاد الزربيات كما كتشوفوا، هادو راهمكم عارفينهم بزاف الناس عندهم، كيجيو هكا فيهم بحال الموبرا، وديك الموبرا غليظه فنين صراحه، وخديت منهم حتى انا عندي صدقوني فنين، ولقيت بزاف ديال الناس داو منهم وتا هما كيشكروهم. فبالنسبه لهادو راهم تخفيض حاليا كما كتشوفوا، هادو راه كيجيو هكا 100% بوليستر، وبالنسبه للثمن ديالهم هو 129 درهم. هادو في الاصل باش كانوا يلا تحطوا كانوا بميتين درهم، فدابا منين يعني دخل رمضان فنقصوا لهم شويه في الثمن. فيهم مترو 15 على 70 سنتيم، صراحه فنين في الشكل ديالهم، وكنبقى فيهم غير لون الكرونه. كاين هاد الطبيصلات جداد يلا دخلوهم هكا في مرجان، لا مارك ديال لومينارك، زوينين، يصلحوا البيتزا، يصلحوا هكا الكيك، وكبار ماشي صغار، وحتى الثمن ديالهم صراحه زوين، الثمن ديالهم عجبني. وبالنسبه للثمن ديالهم هو 25 درهم، العبار ديالهم فيهم 32 سنتيم. كاين هذا الميكسور ديال لا مارك ام جي اس، حتى هو فيه تخفيض زوين وقليل فاش كيرجعوا بهذا الثمن، فيه 200 واط، والثمن ديالو في التخفيض هو 99 درهم. كان في الاصل كان كيدير 129 درهم. هنا بغيت نشارك معكم واحد التخفيض في هذا فيتا حليب، هذا كما كتشوفوا صنع ديال المغرب. بالنسبه لهاد البواطه هذه راه فيها 300 غرام، وكل 300 غرام كتعطي 2.8 لتر. لقيت فيه واحد التخفيض اللي زوين كما كتشوفوا، الثمن ديالو هو 27 درهم، زائد كتربحوا في لاكارت ديال مرجان 5.39 دراهم. صراحه كيبقى لكم بواحد الثمن اللي زوين، واحد تقريبا شي 19 درهم باش كيبقى لكم. وكاين هذا الحجم هذا الكبير كما كتشوفوا، ما صراحه ما عرفتش الفرق بيناتهم. المهم هذا راه فيه 900 غرام، الثمن ديالو 69 درهم. وكاين حتى هذا الكبير، هذا السطيله الكبيره، بالنسبه لهذه السطيله الكبيره فيها 2.25 كيلو، الثمن ديالها كان 183 درهم، فدابا حاليا داروها تخفيض، رجعوها ب 174 درهم. نتمنى اللي مجرب هذا الحليب هذا يخليه لنا هكا في التعليقات. هنا ان شاء الله غنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وعجبكم. اللي ما دايرش لاكارت ديال مرجان يديرها في اقرب وقت، بزاف ديال الناس كيقولوا لي كيفاش زعما كيفاش نديروها، فراه سهله، خليت لكم الفيديو كديروها يعني ما كاملاش حتى 5 دقائق كتصاوبوها، يعني بلا فلوس بلا حتى شي حاجه، وكتنفعكم بزاف. المهم الفيديو راه عندي في القناه، وبسلامه عليكم، خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.